أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام سابقا حول تقسيم العلم وتقسيم الجهل، وكان هناك نقاش وبحث ومطلب معين طرحه بعض المناطق، حيث أنهم قالوا هل أن الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم؟ قلنا أنه من العلم. ما هو الدليل؟ لأن الجهل المركب جزم واعتقاد ويقين، لكنه غير مطابق للواقع، فيدخل في اليقين بالمعنى العام. واليقين بالمعنى العام أحد أقسام اليقين، واليقين أحد أقسام التصديق، والتصديق أحد أقسام العلم، فالجهل المركب من العلم. شيخ المظفر ما يقبل بهذه النتيجة. وين وصلنا؟ وصلنا إلى هذا البحث، وهو تقسيم العلم إلى ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري. ما هو العلم الضروري؟ هو ذلك العلم الذي لا يحتاج إلى توقف فكر وإمعان نظر. يعني شيء بسيط بديهي، سميه بديهي. الآن عندما أقول لك باب، مسألة بديهية، هاي الفكرة يحتاج لها بعد تأمل، يحتاج لها أنه شنو إمعان نظر، يعني لازم أفكر ولازم أحلل. لا لا، مسألة جدا بسيطة، مسألة بديهية جدا. كتاب، باب، شباك، أرض، سماء، قلم، جهاز، وما شاكل ذلك. هذه الأفكار بأجمعها هي أفكار بديهية ضرورية بديهية. واضح الكلام أخواني؟ وهناك أفكار لا تحتاج إلى تأمل وإمعان نظر وتدقيق، لأنها مفاهيم صعبة معقدة، مثل مفهوم الروح. ما هي الروح؟ مفهوم النفس، مفهوم خلينا نقول البيت المعمور، الميتافيزيقية. شوف، هاي كلها ألفاظ تحتاج إلى تأمل، الذهن يتوقف يتأمل. واضح؟ يقول هاي الألفاظ شنو معناها، لأنها أفكار صعبة. أنا من أقول لفظ، لأن لفظ يحمل فكرة، فهذه الفكرة صعبة جدا، تحتاج إلى تدقيق وتأمل وإمعان نظر وما شاكل ذلك. فالأفكار صارت عندنا على قسمين: أفكار بسيطة تصورها ما يحتاج إلى إمعان نظر، ما يحتاج إلى صعوبة، ما بيها صعوبة. شو أسميها هاي الأفكار؟ بديهية أو ضرورية. وهناك أفكار معقدة صعبة تحتاج إلى تفكير، هاي الأفكار أسميها شنو؟ نظرية. فأصبح العلم ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. ومن جانب آخر، العلم قسمناه علما إلى تصور وإلى تصديق. يعني عدي شنو؟ عدي تصور وتصديق، هاي اثنين، وعدي ضروري ونظري، هاي هم اثنين. فاثنين في اثنين تكون الأقسام مش قد أربعة. شوفوا إخواني، تصور ضروري يعني بديهي، وتصور نظري، وتصديق ضروري، وتصديق نظري. إذن الأقسام مش قد أربعة. السؤال مطروح،
من قبل المناطق، كيف أستطيع أن أميز أن هذه الفكرة تابعة لأحد الأقسام الأربعة؟ هاي المسألة مهمة، شلون أقدر أميز وأعرف أن هذه الفكرة الموجودة بذهني هي تابعة لأحد الأقسام الأربعة؟ شنو الطريقة؟ الطريقة هي كالتالي، تتم بخطوتين. الخطوة الأولى، لابد أن أعرف أن هذه الفكرة الموجودة في ذهني هل هي تصور أو تصديق؟ هذه الخطوة الأولى. بعد ذلك لابد أن أحدد وأشخص وأعين أن هذه الفكرة هل هي ضروري فكرة ضرورية لو نظرية؟ واضح؟ إذن كم خطوة؟ خطوتين. فخلنا نأخذ مثال. الآن عندما أقول باب، هاي فكرة ذهنية صحيح؟ هل أن هذه الفكرة تصور لو تصديق؟ تصور. ما هو الدليل على أنها تصور؟ لا، أريد قاعدة منطقية. حضور صورة علم مفرد، والمفرد من أقسام من هذه الفكرة مفردة، والمفرد من أقسام من التصور. ثانيا، هذه الفكرة هل تحتاج إلى إمعان نظر وتفكير؟ صعبة؟ طب مو فشي صعب. فإذا هي شنو؟ معلومة بديهية ضرورية، فراح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي تصور ضروري. واضح الكلام إخواني؟ واضح شلون حددت؟ يلا ناخذ قضية ثانية. خلينا نقول الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين. يلا طبقوا لي هاي الفكرة. اولا هاي القضية تصور لو تصديق؟ تصديق. قضية خبرية. تصديق. قضية خبرية. واضح؟ تعلق التصديق بالنسبة الخبرية التي أذعنا فيها. أكو واحد ما يذعن، ما يقر، ما يعترف بأنه الواحد نصف الاثنين. فحددنا أول شيء التصديق. ثانيا هذه القضية صعبة لو بديهية، نظرية لو بديهية. لا، نظرية يعني صعبة، بديهية ضرورية يعني بديهية بسيطة. الواحد نصف الاثنين قضية شنو؟ بسيطة، بديهية. واضح الكلام؟ فراح يكون عندي تصديق ها ضروري. جيد، واضح شلون طبقنا المطلب؟ زين، خلنا ناخذ قضية أصعب. زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، مجموع زوايا. هذه القضية تصور لو تصديق؟ ها؟ اللي شوف اللي أقام الدليل عليه واعترف به تصديق، واللي ما أقام الدليل عليه عند التصور. خلنا نعتبرها قضية بديهية وإحنا دارسين الرياضيات، فراح يصير تصديق. يحتاج لها تأمل لو ما يحتاج؟ صعبة، قضية صعبة. فراح يكون تصديق نظري. فهاي الخطوات اللي موجودة وين؟
هذا الموضوع. النظر يحتاج إلى تأمل وتفكير. تفكير صعب، فشيء صعب. شلون هسه أنا أقول لك نظرية المثل اللي أفلاطوني. زين الماهية لها مصطلحات صعبة. شنو معناها؟ جاي تلاحظون؟ قاعدة احترازية القيود، فشيء صعب. طبيعي الحكم، مسائل صعبة هاي. هاي خلينا نقول أفكار نظرية، واضح؟ هذا الموجود بالمطلب بكل سهولة إن شاء الله، ما بيه شيء صعب، الحمد لله.